مرحبا بجميع أصدقائنا في قناتكم معالم المعرفة. اليوم سأقدم لكم أحد أروع عروضنا المستمرة من هجمات الحيوانات المفترسة في عالم الحيوانات. كل مقاطع الفيديو التي لا تصدق ستجدونها معنا في قناتكم الرائعة. لقد بحثنا جيدا ووجدنا لكم مقاطع فيديو جديدة وحصرية التي ربما لم تشاهدوها بعد، بالإضافة إلى الأجزاء الأخرى التي قمنا بنشرها لكم سابقا. دعونا لا نطيل كلام ونذهب مع بعض للاستمتاع بمشاهدة هذه المقاطع الحصرية. إن الضباع هي حيوانات شديدة المقاومة وقابلة للتكيف مع موائلها، كما أن لديها استراتيجيات دفاعية ضد الأسود والتي تعتبر من مفترساتها الرئيسية. تعيش الضباع في مجموعات كبيرة يمكن أن تتكون من حوالي 90 حيوانا. عندما يقترب الأسد من هذه المجموعات تتحد الضباع في مواجهتها كمجموعة واحدة. ومع ذلك غالبا ما تجوب الضباع المنفردة حقول السافانا بحثا عن فرص لتغذيتها. عندما يترك الضبع عرينه بمفرده فإنه عادة ما يمشي بحذر شديد لتجنب مواجهة الأسود. ومع ذلك وفي بعض الأحيان يمكن أن ينتهي بهم الأمر بالعثور على هذا القط المفترس في طريقهم. واعتمادا على قوة الأسد قد يعني ذلك حدوث مواجهة مصيرية بين هذين الحيوانين المفترسين، تماما كما حدث في هذه الحالة حيث تعرض فيها ضبع لكمين من قبل أسد كان مختبئا على جانب الطريق. تظهر هذه المشاهد المذهلة اللحظة التي لم يرى فيها الضبع الأسد أمامه واستمر في المشي بسلام، إلا أن الأسد كان ينتظره ليقترب منه ويهاجمه في مشهد يحبس الأنفاس. يحاول الضبع الذي يبدو أنه لا يزال صغيرا أن يركض ويهرب من هذا الكمين، لكن القط أمسك به في مشهد لا يمكن تصوره. قتل الأسد الضبع هناك بعضة واحدة في رقبتها، وسرعان ما فقد هذا الضبع حياته. هذه المرة كان هذا الضبع غافلا جدا وضعيفا وانتهى به الأمر إلى دفع حياته مقابل ذلك، بينما قام الأسد بعمله في القضاء على خصومه في عالم الحيوانات المفترسة. في الأخير أرجو يا أعزائي المشاهدين أن تكون مقاطع اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. لا تنسوا دوما وضع إعجابكم بالمقطع، كما لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم منا كل جديد.